رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مسجود إلا الله، لا مطلوب إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب ساتھی دل جو محبت سا سرور کونے سرکار دو عالم امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر بلند بالا قدر رحمت کے سمندر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات گرامی تے درود سلام جو نظرانو پیش کرنے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام معزز أكابر علماء اكرام عہدیداران جمعیت علماء اسلام مجھے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو ماں پانچ بھا مولانا عبدالحق جمالی صاحب کے اج جے نے جلسے جے نے قات تے دل جے گہرائیں سے مبارک بات پیش کریاں